عايز تعمل انجازات مع النادي الاهلي اللي هو بيعتبر نادي القرن، وفي نفس الوقت كمان النادي الاهلي بيكبرك. واي حد بيشتغل مع النادي الاهلي تاكد يا احمد مفيش مدرب اذا كان وطني مصري او اجنبي الا ما حقق بطولات مع النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي هو اللي بيكبر المدربين، هو اللي بيعمل السي في لمعظم المدربين. وبعيدا عن النادي الاهلي يعني انا هحط نفسي مكان الراجل، انا تعبت المشوار ده كله بالظبط، ووصلت لقبل نهائي افريقيا بالظبط، اجي امشي قبل اهم بطوله في دي بطوله يعني بعيدا طبعاً. عن فكره التعاقد وارتباطي بالنادي الاهلي دي هتضيف للسي في الشخصي بتاعي انا يعني جدا نقله نوعيه. بس يعني ده المعلن، هو الخسران وارد جدا جدا تشوف فايلر في مصر قريب. لا لا وارد، لكن لكن وارد لكن صعب انه ينجح. نجاحه هو وجوده في النادي الاهلي، ما بنشغلش بقى انه ينجح ما ينجحش، لكن عايز اقول يعني مش في الحسابات. عايز اقول يعني طبعا احنا برضك بنقول له متشكرين على الفتره اللي قضاها معانا، ونتمنى طبعا لموسيماني اللي هو الوافد الجديد اللي عنده تحدي كمان ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، ان هو باذن الله نقف جنبه بشكل كبير كمجلس اداره وجمهور ولاعبين عشان يحقق المشروع بتاعه.